فإذا أذنب العبد فتاب قبله الله، وإذا رجع فأذنب ثم تاب قبله الله، ثم إذا رجع فأذنب فتاب قبله الله، فلا يزال الله عز وجل يقبله مهما تزايد في ذنوبه إذا كان أوابا إلى ربه عز وجل، رجاعا إليه، سائله التوبة. فإن الله قد كتب على ابن آدم حظه من الذنب، وهو يحب من عبده إذا وقع الذنب قدرا أن يبادر إلى توبة المأمور بها شرعا، متابعا لحال أبيه آدم عليه الصلاة والسلام. فإن آدم وقع في الخطية وعصى آدم ربه فغوى، ثم ندب آدم عليه الصلاة والسلام وزوجه وتضرع إلى ربه وسأله المغفرة، فقال ربنا اغفر لنا، فقبل الله عز وجل منه ندمه وتوبته وصيره نبيا.